السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف الحال؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن حال وجمعة طيبة إن شاء الله. اليوم حبيت أكلمكم على بطارية الليثيوم أيون وبطارية البوليمر. نتكلم طبعا على بطارية الليثيوم أيون. طبعا هذه بعض الصور من التجارب، أخذنا صور من اليوتيوب. طبعا مجرد ما يطرقها بالمطرقة، لاحظ عزيزنا المشاهد تنفجر فيك على طول. هذه طبعا مشاكل بطاريات الليثيوم وسلبياتها، واكثر الناس لا يعلم بهذا الشيء. تنطوي بطارية الليثيوم ايون على احتمالية حدوث مخاطر مثل الحرائق والانفجارات وانبعاثات الغاز السامة. ايضا سلبيات بطاريات الليثيوم ان ام سي تسخن و خطيرة. طبعا سبب انفجار بطاريات الليثيوم أمران، وهو السبب الأول تسخين أو حرارة أو نار، هذه السبب الأول ينفجر عليك. السبب الثاني إذا شحنتها بشاحن أمبير عالي، يعني إذا شحنتها بشاحن 12 فولت أو شاحن اللهم صل وسلم على رسول الله 5 فولت وأمبير عالي، سوف تؤدي إلى انفجارها زي ما نلاحظ في الصور. هذه طبعا كلها تجارب سواء بالدريل أو بال اللهم صل وسلم على رسول الله بالنار أو نفس الفكرة، يعني مجرد ما تسخن تحترق وتنفجر فيك لا سمح الله. فهذه الأمور لازم تنتبه إذا كان معك في البيت بطاريات ليثيوم أيون مرمى في البيت في الأرض في المكتب، فيجب أن ترفعها عن الأطفال. نلاحظ هنا أيضا بطارية السيارة، هذه كهربائية على بطارية الليثيوم أيون، لاحظ كيف انفجارها وكيف الهائل ومشاكلها. طبعا أيضا أعزائي المشاهدين نلاحظ هنا بطارية البوليمر. بطارية البوليمر طبعا للي ما يعرفها هي تجي في الشواحن السفري، واللهم صل وسلم على رسول الله في بطاريات الجوال، بطاريات الايفونات بشكل عام، الايباد، السامسونج، ايضا تاتي في الالعاب، السيارات، هذه طبعا يجب ان تنتبهوا. طبعا نلاحظ هنا ايضا الشاحن السفري، احد اليوتيوبر سوف يقوم بخرق قطعه منها. نلاحظ كيف بعد ثقبها سوف يثقبها بالديسميس، نلاحظ كيف سوف ينفجر، او بالدريل لاحظ كيف تفاعلت وشده الانفجار مع النار. فدائما يجب ان ننتبه من هذا الشيء، مع ان بطاريه البوليمر ايضا خطيره في اشتعال سريعا في النار، نلاحظ في الصور. ف يعني الشواحن السفري في البيت اذا كان مع خربان او اذا كان ما تبغاه او شيء، حاول انك تتخلص منه، ترميه حتى لا ينفجر في البيت لو سمح الله ويشتعل فيك ويشتعل ايضا لا سمح الله. فلذلك يجب الانتباه. ايضا هنا لاحظ بطارية السيارة بوليمر، لاحظ كيف مجرد ما زود الامبير لها العالي كيف انفجرت، كيف احترقت ايضا زي ما قلنا لكم بطارية الليثيوم ايون والبوليمر ايضا. اذا زودت الشاحن الامبير العالي، إذا زاد الأمبير بشكل عام سوف تنفجر عليك تماما بدون أي كلام، فلذلك يجب الانتباه. أيضا بطاريتين أعزائي المشاهدين يجب الانتباه منها، بطارية الليثيوم أيون وبطارية البوليمر. أيضا هذا النوعين خطيرة جدا، يعني بقدر الإمكان تعامل معها بكل شيء. يعني بطارية الليثيوم أيون زي ما قلنا تنفجر بحالتين، الحالة الأولى إذا تعرضت لنار أو تسخين أو من هذا القبيل تنفجر. الأمر الثاني اللهم صل وسلم على رسول الله، إذا تعرضت لأمبير عالي، إذا تعرضت لتيار أمبير عالي سوف تؤدي إلى انفجارها تماما في وجهك مباشرة، فيجب الانتباه من هذا الشيء. أيضا بطاريات البوليمر إذا تعرضت للثقب او للامبير عالي او للنار سوف تؤدي الى انفجارها فيك. ايضا الثقب لبطارية الليثيوم ايون سوف تؤدي اليك ايضا، ويجب الانتباه من هذا. ايضا لا ننسى حادثة المصنع الكوري الذي ادى الى انفجار بطاريات الليثيوم وقتل 22 شخصا، كلها بسبب بطاريات الليثيوم. وايضا المصنع الايراني
الذي احترق كذلك من بطاريات الليثيوم وعدم التدابير المناسبة له. أعزائي المشاهدين، نفهم من الفيديو بمعنى آخر أن بطاريات الليثيوم أيوان وبطاريات البوليمر هذه خطيرة جدا، يجب التعامل معها بكل حذر. طبعا زي ما لاحظنا الصور وكلها يعني بمجرد دقة فيها أو الثغب أو بالنار كلها أدت إلى الانفجار، فلذلك يجب الانتباه من بطاريات الليثيوم أيوان وبطاريات البوليمر. يعلم الله ما سويت هذا الفيديو لكم أعزائي المشاهدين إلا للأهمية والخطورة، أكثر الناس ما هي عارفة، يعني على البركة زي ما يقول لك، يعني رامي البطاريات في البيت ولا هو عارف، قد يجي ولدك يشيل البطارية يحرقها وتنفجر فيه لا سمح الله وتؤدي إلى العواقب وخيمة. فزي ما قلنا يجب الانتباه وعدم التهاون في هذا الشيء. إن شاء الله أن المقطع نال إعجابكم ووصلت الفكرة لكم، واللهم صل وسلم على رسول الله. أي استفسار أي شيء حول بطارية البوليمر أو الليثيوم شاركونا في التعليقات، وإن شاء الله نوافيكم أول بأول. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.